ربيع الملاوني المحامي، الرئيس جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة. احنا لنا طلبات مشروع تتلخص في سحب مشروع قانون السلطة القضائية تماما، لأنه قانون عار على القضاء وعار على البلد بأجملها، أن يمرر في هذه المرحلة الحاسمة من عمر الوطن في عدم وجود المجالس التشريعية وفي عدم وجود الدستور، وعار على قضاة مصر الأجلاء الذين نكل لهم كل تقدير واحترام أن يهاجموا المحاماة على هذا الوضع وعلى هذا النحو الشائن. المحاماة والمحامون شركاء للسلطة القضائية، بل نحن الشريك المبدع أمام القضاء وأمام القانون، بل نحن على مدار تاريخ نقابة المحامين وتاريخ المحامين في العصور الفائتة طالبنا بحقوق للقضاء للقضاء، وطالبنا باستقلال القضاء، وطالبنا برفع مرتبات القضاء في الأربعينيات من هذا العصر، ونطالب القضاء بعد سحب هذا القانون تماما بالاعتذار إلى محامين مصر ونقابة المحامين التي انتفضت ليس من أجل مصلحة شخصية للمحامين كما زعموا، بقدر ما هي حفاظا على مصالح الوطن ومكتسباته ومقدراته. لسنا بلطجية ولن نكون إلا حملت رسالة التنوير وحق الدفاع المقرر دستورا، ونناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يلتفت على أي مشروع لهذا القانون يقدم له يميز فئة معينة، بل إننا نعتبر هذا المطلب مطلبا فئويا ليس في محله وليس له محل من الإعراب، ونناشد المجتمع تماما أن يدرك خطورة هذا المشروع في أنه يحجب عن المتقاضين حق الدفاع وحصانة الدفاع، بل أنه يجعل من القضاء آلهة بعيدا عن المساءلة وبعيدا عن التوجيه وبعيدا عن الرقابة. ونقول لن يمرر هذا القانون إلا على جثة المحامين وعلى جثة نقابة المحامين، وشكراً.